نرحب بالجميع في الأكاديمية الأولى. والآن تبدأ مراسم فرعة بطولة الأكاديمية الأولى فئة 2008-2009. أول أربع أكاديميات يتم اختيارها ستكون المجموعة A، وآخر أربع تكون المجموعة B. الآن مع القرعة. يلا سلطان. أكاديمية دريم سبورت الرياضية. أكاديمية المختلف الرياضية. الآن نبدأ مراسم فرعة 2010-2011 في بطولة الأكاديمية الأولى. أول أربع أكاديميات تكون المجموعة A، وآخر أربع تكون المجموعة B. أكاديمية لينتس. ممتاز. أكاديمية لينتس. يلا يلا ما شاء الله. يلا أكاديمية الأولى الرياضية. ممتاز. يلا. أكاديمية أساس الرياضية. ممتاز. أكاديمية الليدر الرياضية. أكاديمية الأهداف الرياضية. فيما يخص بطولة 2013-2014 ستكون بنظام دولي، والمشارك فيها 6 أكاديميات. الله يحييكم بأكاديمية الأولى. Yes, sir.